السلام عليكم الأصدقاء. دخلتي نهار الامتحان للقسم، في واحد اللحظة لقيتي راسك تتعرق بوحدك، الرشاش داتك، دقات ديال القلب ولات سريعة، يدك كلها تتعرق، تتحس أنك نسيتي كلشي. في نظركم شنو هو السبب اللي تيخلي التلامذ بعض الأحيان يدخلوا في هذه الحالة هذه نهار الامتحان؟ طبعا السبب الأساسي هو الخوف والقلق ديال الامتحان. هذا الفيديو هذا غنحاول نبارطاجي معكم بعض الأشياء اللي يمكن لكم ديروها نهار الامتحان اللي تخليكم تركزوا على الامتحان مزيان وتنساو هذا القلق وما تحسوش بهذا الاحساس وتركزوا مزيان على الامتحانات ديالكم. اول حاجه، علاش كنا ملي نسمعوا الامتحانات تتشدنا الخلعه، الخوف، القلق، رغم اننا تنكونوا مجهدين مزيان؟ اذا اول حاجه عندنا فيها مشكل هي النظره ديالنا للامتحان. الامتحانات راها مجرد اختبارات بحال الامتحان اللي غادي دير في القسم مع الاستاذ ديال الماده، لكن فين كاين المشكل؟ المشكله هو في ذاك الجانب ديال التهويل ديال الامتحان الوطني. تلقى التلامذ مخلوعين من داك الجلسه في الامتحان، ديك الورقه كبيره. اول حاجه خصنا نردوا لها البال هي الجانب النفسي. هادشي علاش خصنا ندخلوا الامتحان وحنا مستعدين من الناحيه النفسيه؟ انه مجرد اختبار، وانت تبارك الله ولا انت راك وجدتي ما تيسر من البريباراسيون، من المعاديش التطبيقيه، من الامتحانات الاشهاديه اللي خدمت عليها. اذا خصك يكون عندك واحد التفكير ايجابي تجاه الامتحان، لانه غتدخل وغادي تدوز امتحان عادي بحال اي اختبار دوزتيه في الفرد داخل القسم، وغتحصل على نقطه مزيان، لان المعيار ديال النجاح ديالك ولا ما نجحتيش هو واش وجدتي ولا ما وجدتي. وباش نقربكم مزيان للموضوع ونفهموا شنو هو السبب ديال هذا الشيء كامل، شنو هو التوتر؟ التوتر او القلق هو ان الدماغ ديالنا تفرز مجموعه ديال الهرمونات تتخليه في واحد الحاله ديال التاهب، اللي هما الهرمون ديال الكورتيزون والهرمون ديال الادرينالين. ملي تتفرزوا تيقولوا لنا جوج حاجات، اما هجم واما هرب. هادشي علاش ملي تنتقلقوا ملي تنتخلعوا نهار الامتحان الرشا تتشدنا وتشدنا التوتر، تتزاد درجه ديال الحراره وتتعرق الجسم ديالنا. بحال الا شي واحد داير شي مسدس او شي فردي فوق الراس ديالك ورا شويه وغيضربك به. انا شنو تيوقع على المستوى الفكري؟ انه تيوقع الاقفال في المنطقه ديال الفص الجبهي، وهذا تيخلي بعض التلاميذ تيقول لك نهار الامتحان تيتلف لي كلشي او تنسى كلشي واخا تنكون بريبار. اذا السبب الاساسي ديال هذا القلق وهذا الخوف هو ديك الهلع وهذيك القيمه الاكثر مقياسا نعطيوها للامتحانات. اذا اول حاجه خاصنا نديروها من دخل الامتحان هي دير واحد التنفس عميق وتركز على الامتحان. حاول ما تفكرش بشكل نهائي في النجاح او السقوط، خوي دماغك من هذا الموضوع ديال النجاح والسقوط وركز حول الموضوع ديال انك الامتحان. دابا الاصدقاء نحاول نعطيكم مجموعه ديال الخطوات الاجرائيه نهار الامتحان شنو خصنا ندير. اول حاجه خصنا نديروها هي قراءه الاسئله بعنايه. علاش؟ تقدر تقرا شي سؤال خطا بسبب الضغط اللي عندك اللي كيسببوا اجواء الامتحان والضغط الناجم عن الارهاق في التحضير، فتبدا بالاجابه تدريجيا وبشكل متسرع. هذا الامر اللي في بعض الاحيان تيخلينا ما تنتبهوش لبعض الاسئله او بعض الاشياء اللي مطلوبه منا في ورقه الامتحان. اذا اول حاجه خصنا نديروها هي نشدوا ورقه ونقراو الاسئله بعنايه ونبداو بالاسئله اللي فهمناهم عاد ننتقلوا للاسئله اللي ما فهمناهم. المساله الثانيه، تدبير وقت الامتحان. طبعا الامتحان عنده واحد الزمن محدد، يقدر يكون 3 ساعات، يقدر يكون 4، يقدر يكون 2، على حسب الماده اللي عندك. اذا خاص يكون عندنا واحد التنظيم ديال الوقت حسب الاسئله. ما تبقاش في واحد السؤال مثلا اللي عليه 0.1 اللي عليه نقطه تعطيه مثلا ثلث ساعه او ربع ساعه، في حين ان عندك اسئله اخرى مثلا عليها 6 او 7 نقاط وما تعطيهاش وقت كبير. اذا عندك واحد المعادله، قد ما كان السؤال عنده واحد القيمه وعنده واحد النقطه الا خصو تعطي واحد الوقت كبير، باش على الاقل اذا ما كملتيش الاسئله يبقاو لك دوك الاسئله الصغيره اللي فيهم نص نقطه نقطه، ما تكونش ضيعتي واحد السؤال اللي فيه 6 او 5 ديال النقط. المساله الثالثه وهي تنظيم الورقه والاجابات بشكل جيد، خصوصا في المواد الادبيه بحال اللغه العربيه، بحال الفلسفه، بحال الانجليزيه، كذلك حتى الماده ديال العلوم، نقدر نقولوا جميع المواد. علاش؟ لان مثلا باش تكتب واحد المقاله يجب ان تكون الاجابه مستوفيه التنظيم الورقه المصحوب بالمقدمه والعرض والخاتمه. والمساله الثانيه، تسهل على المصحح عمليه التصحيح، لان نعرفوا ان اجواء الامتحان ان المصححين تيكون عليهم واحد الضغط، تيكون عليهم بزاف ديال الاوراق وعنده واحد الوقت محدد، فكل ما كانت الورقه منظمه، كل ما كانت الورقه واضحه الكتابه فيها واضحه العناصر الاجابه، كل ما استطاع التلميذ يحصل على نقطه جيده. ثم كذلك ندير واحد القضيه اساسيه، اننا من بغاو نجاوبوا في الامتحانات نبداو دائما بالاسئله اللي فهمناهم. علاش؟ لانه عندما تبدا بالاسئله التي تفهموها غتخلي دماغك يشتغل وغتدور العمليه ديال التحليل والنقاش والتفكير والكتابه، فعمليه التداعي الحر غتخلي الدماغ ديالك ينشط ويستذكر المعلومات اللي عنده. اما الا بقيتي مركز على واحد السؤال وخصك ضروري تجاوبه وتجبده هو الاول، الدماغ ديالك يقدر يتبلوكا
وما تقدر دير حتى شي حاجه، تضيع ثلث ساعه او نص ساعه فقط التفكير في واحد السؤال. وهذا ما مطلوبش منك نهار الامتحان، قدر ما مطلوب منك انك ملي تقرا ورقه الامتحان تشوف الاسئله اللي فيها مباشره، اكتب عنوان السؤال، صايده كانت الاسئله منفصله على بعضياتها اكتب السؤال اللي فهمتيه واكتب الاجابه ديالو بشكل مباشر في ورقه ديال الوسخ او في ورقه ديال التحرير. ان هذا الامر هذا غادي يخلي العمليه ديال التداعي الحر ديال الافكار وديال المعطيات اللي راجعتيها وقراتيها غادي ترجع وتدور، وغتخليك تجاوب لاسئله اخرى اللي مازال مثلا ما قدرتيش تحضرها او تفهم شنو المطلوب منك. ثم مساله اخرى وهي التحقق من الاجابه قبل ما تخرج من الامتحان. الا ساليتي الامتحان قبل الوقت ما تخرجش من القسم، حاول تراجع الورقه ديالك من الناحيه اللغويه من ناحيه الافكار. ما خاصش تكون عندك هذيك الثقه العمياء، لان القلق ديال الامتحان والضغط ديالو يقدر ينسيك شي سؤال او شي خطا كبير غراف ديرو. لهذا حاول تراجع الورقه ديالك مزيان عاد عطيها الاستاذ المشرف على القاعد الامتحان. واخيرا مساله اساسيه خصنا نركزوا عليها وهي الاعتناء بورقه التحرير، خصوصا المواد التي تتطلب نوع من التعبير، تحتاج منا واحد اللغه واضحه، كذلك الكتابه وتطلب منا واحد التحليل. لهذا غادي يساعدنا اننا اول حاجه يساعد المصحح انه يقرا الورقه في خاطره، كذلك غادي يبين المصحح ان هذا المتعلم متمكن من الادوات اللغويه، متمكن من الادوات المنهجيه، وحتى على مستوى التنظيم عنده قدره على تنظيم الورقه بشكل جيد. وهذا الامر هذا تعطي حتى واحد الحاله نفسيه فيها ارتياح لهذه الورقه ديال التحرير. كنت عارفوا بان التصحيح بعض الاحيان ما تيكونش موضوعي 100%، تتكون تحيزات ومن ضمنها هذه القضيه ديال ورقه التحرير، الجوده ديالها، الوضوح ديال الخط، الوضوح ديال الاسلوب، سلامه اللغه، هادشي كله تيشجع وكيساعد ان التلميذ يحصل على نقطه جيده نهار الامتحان. فحاولوا تركزوا على هذه المعطيات هذه بدرجه مهمه واساسيه. وفي الاخير بغيت نقول لكم الاصدقاء توكلوا على الله، الامتحان راه مجرد محطه غادي تدوز منها، وكاين محطات اخرى اكثر اهميه. فقط ركز مزيان على الاشياء اللي تتعرف وحاول تستخر الله عز وجل وتكون عندك واحد التركيز نهار الامتحان جيد، وما غادي يكون غير خير ان شاء الله. تنقول لكم مجددا بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والطلبه اللي مقبلين على الامتحانات. بارطاجيو هذا الفيديو مع جميع الاصدقاء اللي عندهم امتحان ديال الباك باش يستافدوا اكثر وتكون الفائده للجميع، وبالتوفيق والنجاح للجميع، وتبارك الله عليكم.